أكد النائب الفني لمحافظ صلاح الدين عمار حكمة البلداوي خلال اجتماعه مع قائم مقام قضاء بلد حيدر إسماعيل أن حكومة المحافظة جادة في إيجاد الحلول لجميع المشاكل والمعوقات فيما يخص موضوع التجاوزات، وأن الحكومة المحلية تسعى وبشكل جاد في تنفيذ المشاريع وتوفير أفضل الخدمات لأبناء المحافظة. تم عقد اجتماع اليوم على اقوام مدراء الدوائر في ديوان قائم مقامات بلد للوقوف على المشاكل التي تعارض تنفيذ المشاريع. تم مناقشه المشاكل والمعوقات ومنها التجاوزات ورفع التجاوزات على مسارات الشوارع وما على ذلك. كان هناك نيه حقيقيه من اقوام الوحده الاداريه بدعم العمل وانجاحها بالصوره الافضل، كون الحكومه المحليه في محافظه صلاح الدين تسعى جاهده لتقديم افضل الخدمات لمواطنيها من خلال توفير المشاريع المناسبه لتلامس المواطن وتقدم خدمه كبيره للمواطن وتطوير البنى التحتيه في الاقضيه والنواحي من اجل نهوض بواقع المحافظه.